خلينا بقى نتكلم برضو ونطلب حاجة من الجماهير يا كريم، لأن بكرة عندنا عفوا يوم الجمعة يعني عندنا ماتش زي ما حضراتكم عارفين، وهيبقى 60,000 متفرج من الجماهير هيكون موجود. احنا في نفس الوقت احنا مش هنطلع نقعد ننظر ونقول للناس تعمل ايه، الناس عارفة كويس قوي هتعمل ايه، والناس الروح دي كانت موجودة كمان لما شاهدنا يعني الماتشات الأخيرة اللي فاتت الخاصة بالمنتخب. ما عندناش أهلي وزمالك، ما عندناش واحد من فيوتشر واحد من بيراميدز، ما عندناش الكلام ده خالص. احنا عندنا منتخب مصر هو ده اللي في المقام الأول لازم يكون، يعني كلنا بنتكلم أو بنلعب تحت العلم المصري، فزي أي حد احنا بنتكلم، احنا عندنا هذه الرابطة، احنا عايزين نتكلم أو نعيش روح الماتش أو المنتخب بهذه الروح، لأن على فكرة كل حاجة بتوصل يا كريم، مفيش أي فايبس زي ما بيتقال ما بتوصلش، فدي الروح اللي احنا عايزينها. شفنا ده لما اتكلمنا عن أبو جبل واتكلمنا عن الشناوي، وشفنا قد إيه حتى الروح ما بينهم حلوة جدا، فده لازم ينعكس على الجماهير، ده لازم ينعكس على الصورة اللي بعد كده الناس هتشوفها من بعيد. فاحنا مش هنطلع ننظر ابدا او نقول لحضراتكم ايه اللي مطلوب يتعمل، لان حضراتكم اكيد عارفين، بس اللي احنا عايزين ناكد عليه ان احنا عايزين على قد ما نقدر المشهد يطلع مشهد راقي، هو ده المهم جدا في الفتره اللي جايه والماتش يوم ان شاء الله الجمعه اللي جايه. يعني مش عارفه هنعرف نحضر ولا لا، انا من دلوقتي هشتغل على الموضوع ده، بس يا ريت طبعا نحضر، هتبقى حاجه يعني مش هتتنسي، او ماتش مش هيتنسي، ويا ريت كمان ويبقى وشنا حلو، بس نتين المباراه بنتيجه مرضيه للناس اللي هتقعد. بص اقول لك على حاجه، والله لحد دلوقتي انا رحت حضرت للاهلي تقريبا 3 ماتشات، وكانوا 3 بالصدفه في الاهلي وي السلام، مفيش ماتش رحت وخسرنا، بس معانا في اللي جاي بقى. معانا في اللي جاي طالما يعني. بالصلاه على النبي الموضوع للدرجه دي يعني معانا اخر حاجه كانت المقاولون العرب وكسبنا يعني كسبنا عادين، ان هم جابوا فينا جول بعد كده في الاخر احنا عوضنا، فالحمد لله لحد دلوقتي وشي كويس يا رب دايما.